وهذه فجعة كبيرة لمت بالعائلة ولمت بالأصدقاء ديالو وبالعاملين معاه في الوكالة. والمرحوم كان معروف بالأخلاق ديالو وبتفانيه في العمل، وهذه كانت مفاجأة بالنسبة لنا وصدمة كبيرة، ما كناش كنتوقعوا أن الموت غتجي بهذه الطريقة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نحن نشارك هذه اللحظة في هذا المصاب الجلل المتمثل في فقدان أحد الزملاء البارزين في مهنة الصحافة التصويرية، الفقيد الكبير حسن السحيمي الذي ذهب ضحية جريمة نكراء. ونحن بهذه المناسبة نترحم على روح الفقيد، نتقدم بأصدق عبارات المواساة والتعازي لجميع أفراد عائلته. هذا الفقيد كان رجلا طيبا ودودا متواضعا صامتا، لم يسبق لنا أن سمعنا أنه أذى شخصا أو ألحق ضررا بشخص ما. هذا الرجل، هذا الزميل لا يستحق هذا المصير، وإن كان قدر الله أكبر من كل الأقدار، نأمل أن تتجلى الحقيقة كاملة. تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون.